معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا متحدث باسمي رسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية شيخ فائز الشاووش. مرحبا بك شيخ فائز. إذا لم تهدأ الناصرية منذ أمس، وآلة القتل الحكومية يعني لم تتوقف. اليوم 3 شهداء جدد ينضمون إلى شهداء الناصرية الذين عدوا بالعشرات. ما تفسيرك لهذا القمع المفرط من حكومة عبد المهدي لمدينة الناصرية؟ تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام. حياك الله. وإلى أمار البواسل في جميع المناطق المحتجة، أي المحافظات المحتجة، والرحمة والخلود لشهداء هذه الانتفاضة وشهداء الانتفاضات التي سبقتها، واللهم اشفي جرحاهم وأطلق قيد أسراهم. هذه بما يخص هذا السؤال، هو بالتأكيد ما يجري في العراق هم فريقان، فريق متمسك بالحكم ومدعوم إيرانيا وميليشياويا، وبالتالي لم يقدم شيء للعراقيين خلال 16 عام، وفريق سائمة من هذا المشروع السياسي ومن هذه الحكومات المتعاقبة، وبالتالي يسعى إلى تغيير شامل. ما يدور الآن من قتل واستهداف من قبل الحكومة وأجهزتها القمعية، وبكل تأكيد إجهاض هذه الثورة التي شعروا بأنها لن تتوقف إلا بإزالة جميع مخلفات الاحتلال وجميع اتفاقات إيران مع الأمريكان على حكم العراق. وهنا نود نبين بأن ما تسعى إليه الآن وكيل المرجعية بكلامه بإسقاط أو تغيير الحكومة، هذا التفات واضح على عقول المتظاهرين وعلى عقول أبناء شعبنا العراقي الواعي في هذه المرحلة. نعم، لأن التغيير ليس تغيير الحكومة، بل إنما بتغيير جذري لهيكلة المشروع الذي بني على المحاصصة والطائف. يعني الآن المتظاهرون يستمرون بإغلاق شوارع الناصرية والطريق المؤدي إلى بغداد، كيف ترى هذا الاستفسار الأسطوري من متظاهري الناصرية؟ بكل تأكيد هذا رسالة إصرار وتحدي لكل الحكومات المتعاقبة خلال حكومة عادل عبد المهدي. نعم. وبالتالي بأنه يبين هذا الإصرار على أنه ماضون ومستمرون بثورتهم بحين تحقيق جميع مطالبهم المشروعة قانونا وشرعا وعرفا. حتى النساء شيخ فائز، دخلنا على خط الثورة، يعني اليوم خرجت مسيرات تضامنية نسوية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار تنعى شهداء الناصرية. إلى أي مدى ترى أن هذا التضامن مع المحافظات يعني يعطي مزيدا من القوة لمتظاهري الناصرية؟ عندما تدخل النساء بكل تأكيد إذا هذه الاحتجاجات وهذه الثورة، هذه رسالة من نساء العراق وماجدات العراق الأحرار لكل رجال العراق الشرفاء بأن ينتخوا لبعضهم في جميع محافظات العراق. أكبر دليل هذه القصيدة التي أهدتها الأمرأة من الناصرية إلى المناطق الغربية، وبالتالي على فرسان جميع هذه المناطق أن يقوموا بواجبتهم لتلبية نداء هذه الأمرأة الماجدة العظيمة التي انتخت بأبناء شعبها ولم تنتخي بغرباء من الإيرانيين والميليشيات والعصابات المتعددة. أيضا بخصوص دور شيوخ العشائر، في مداخلة مع قناة الرافدين صرح شيخ عشيرة البدور أن عشيرته ستوفر حماية للمتظاهرين مع استباحة الحكومة لدمائهم. برأيك شيخ فائز، هل ستردع مثل هذه التصريحات القوات الحكومية إذا تكررت من شيوخ آخرين؟ يعني بكل تأكيد هو عندما تنطلق هذه النداءات من جميع الشيوخ في مناطق جنوب ووسط العراق وجميع محافظات العراق، هذا يشكل لحمة موحدة وقوة موحدة وصوت موحد، فبالتالي لن تتمكن الحكومة من ردع هذه الاحتجاجات مستقبلا. تنصاع بكل تأكيد إلى مطالب هذا الشعب، لأن أصبحت مطالب شعبية كاملة بوحدة متكاملة، ولا يوجد هناك من المتسولين أو المندسين في هذه الاحتجاجات إلا الذين يدسون من قبل أجهزة إيران وأحزاب إيران الطائفية. المرجعية في النجف في خطبة الجمعة هذا اليوم دعت برلمان العراق إلى سحب الثقة من الحكومة، هل يمكن أن يهدئ ذلك الشارع المنتفض بعد الجرائم الحكومية التي وقعت في النجف؟
بكل تأكيد لا يهدأ، لأن التغيير قلناها سابقا لعدة مرات وعبر 16 عام قالوها الأفضل من عندنا عقليا، لأن التغيير ليس بتغيير الوجوه تغيير الحكومات، بل إنما بتغيير المشروع السياسي الذي أسس هذه الحكومات التي قبلها التي بنيت على الطائفية والمحاصصة والتوافق السياسي بعيدا عن الدستور الذين هم أنفسهم كتبوا والآن يتفقوا باتفاقات خارج قرارات أو خارج مواد الدستور وفقراته. شكرا جزيلا لك المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية فاز شاوش.